السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أدرس كويسة جدا اسمها فايرفيد، بتضيف لك قوة للشغل بتاعك. هتلاقي منها أدوات زي مثلا ماتش، لو أنت عندك عنصر معين تقدر تعمل ماتش لاختصاص العنصر ده لأكتر من عنصر. يعني مثلا عندك حائط تقدر تنسخ الاختصاص بتاعتها لأكتر من حائط. الأدوات دي فعلا ناس كتير كانت عايزاها والحمد لله موجودة اهيت. ميك باتل، لو أنت عندك أي باتل موجود في المشروع تقدر تصدره بره على الجهاز عندك. عندك مثلا أداة زي الشيتات، تقدر تكريت عدد كبير من الشيتات، مثلا تقدر تغير أسمائهم، تقدر تزود رقم مثلا على كل واحد فيهم، تقدر تعمل بيلد الفيو بوينت. الريفيجن، عندك إصدارات مثلا من الريفيجن تقدر تعمل سيرش، تقدر تعدل فيهم، تقدر تضيف وهكذا. تقدر تعمل إطار للكينوت. الاسكادولات، تقدر تقول له كرييت سكادول فروم سي اس في فيحوله لك لي اكسل. تعمل امبورت ليه جوه المشروع بتاعك، او تعمل اكسبورت لعدد كبير جدا من الاسكادولات مره واحده، لان العادي ان انا لازم واحد واحد افتحه واعمله اكسبورت. لا، هنا ممكن تعمل تشيك اول وتروح مصدرهم كلهم على الجهاز عندك. الليجنت، تقدر تنسخ الليجنت اللي موجود في المشروع دوت للمشاريع اللي انت فاتحها دلوقتي. يعني اول ما اقول له كده بيبدأ يفتح لي الملفات اللي مفتوحة دلوقتي. تقدر تقول له انا عايز اشوف الفيو هات، فتقدر تشوف اي فيو بوينت، تقدر تعمل سيرش عليهم، تقدر تختار عدد معين، تقدر تعمل ماتش تايتل اون شيت وهكذا. في امكانيات كتير جدا او اضافات كتير جدا خاصة بموضوع الفيو دوت، فدي كانت حلوة. تقدر تعمل برنت للملفات اللي بتسحبها لينكات وهكذا. ده بتقعد تفتحهم يفتح لك الشتات وتقول له انا عايز مثلا 4 شتات ديت وهكذا. فهي أداة سهلة جدا، مجموعة من الأدوات اللي بتسهل عليك الشغل. تقدر مثلا تعمل ايزوليت او تعمل فلتر للعناصر. طبعا افضل من الفلتر موجود في الريفت العادي، ولو كانش عمل يعني فاهم. يعني لو انا عامل سيلكت على بعض العناصر هو بقى يقول لي ايه، طيب احنا ممكن نعمل لك فلتر مثلا بالكاتيجوري مثلا او بحاجه معينه. طيب فلتر مثلا ممكن تشيل جروب، ممكن تشيل بنت، ممكن تجيب من توستد. يعني لو قلت له جروب هيبقى يشوف ايه الجروب الموجود ويبقى يشيله. كنا 530 ب 513